في البداية بنرحب بحضرتك، عايزين نعرف اسم حضرتك ومنين. نعم، أنا اسمي أنس حامية، أنا من تايلاند ودلوقتي بدرس في الأزهر الشريف كلية اللغة العربية سنة رابعة. أنس ايه؟ حامية حق مية. تمام، أهلا بيك. أهلا. أنت من الشباب المشارك في منتدى شباب العالم، نعم، أنا مشارك في منتدى شباب العالم في 2019. أول مرة تشارك؟ نعم، هذه أول مرة أشارك فيها، كان السنوات اللي فاتت أقدم فيها لكن لم أكن يعني، فهذا العام الحمد لله حصلت عليه فأتيت. شايف أهمية المنتدى إزاي؟ الحمد لله هذا المنتدى أصلا يعني من أهم وأكبر منتديات العالم، وكمان في هذه الأرض، أرض المبارك في مصر وأرض الكنانة، نستطيع أن نجمع الشباب من كل الدول من كل العالم تمام. لكي يعني نشارك أفكارنا ونشارك فكرتنا هنا. فهذا المنتدى أصلا نشكر لفضيلة تمام الفخامة سيادة تمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تمام في هذا المنتدى، فمن خلال هذا المنتدى نستطيع الشباب يجتمع، وأصلا من خلال هذا المجتمع إذا تفرقنا نستطيع أن نتواصل تمام ونبني مجتمع المتقدمة، وإن شاء الله نبني المجتمع السلام تمام والأمن. وجودك في مسجد الصحابة بشرم الشيخ، شايف ازاي يعني هذا الصرح الإسلامي؟ وشايف ازاي بقى طبعا في عدد من الأجانب بيجوا يعني يشوفوا طبعا المسجد وبينبهروا بيه، شايف ازاي وده كمدينة سياحية في شرم الشيخ؟ وبصراحة أنا قلبي أتعلق بأرض شرم الشيخ، أنا هذه المرة مرة ثانية لي يعني بحضر في مدينة شرم الشيخ، وخاصة المسجد الصحابة هي تقريبا كل مرة أتي هنا بزورها، يعني مش يعني بصراحة لما أتي هنا قلبي مطمئن، وكمان نشوف من قدامنا يعني شكل رائع ولا نستطيع أن نشوف في حتة تانية. وكمان كما ننظر في هذا المسجد يعني اسمعي الألوان والكلمات الإسلامية بيأثر فينا الاطمئنان، وكذلك يعني لدينا المجموعات من الناس بيشاركين أفكار الإسلام وبينشرنا أخلاق الدينية، فهذا الأمر يعني يعجبني أوي. أهلا بك، الله يبارك.